ركز يا طالب. ركز. بنغير اللعبة إبراهيم، أوكي؟ بسم الله. حدثت المعنى؟ لا. مثلاً أنتم اخترتوا مثلاً شجرة. ما بعد اخترنا. مثلاً اشترنا. مثلاً يا. مثلاً. لا قدر الله يعني. قد عرفت كيف؟ قدر الله علينا واخترنا شجرة. قدر الله عليك اخترتوا شجرة. نقعد نوصف لك الشجرة. تقعدون توصفون لي شجرة وأقرب واحد توصيف لي يعني أنا أختار أقول والله أكثر واحد لمح لي سعد. تجيب له هدية. لا يطلع هو برا يطلع برا وحنا نختار كلمة كيف نلمح لك انت استنى وحنا نجاوب ولا اي مثلا لا مثلا اول ما اجي يجي ابراهيم يقول لي مثلا اغصانها لها اغصان جيت قلت شجره يعني طلعت شجره هو يطلع برا طيب لها اغصان ما في غير شجره لها اغصان لا تقدرون انا مثلا يعني مثلا هل الدله لها اغصان ها الدله الزمنيه خلاص اختار دله لا تختار شجره طيب. فهمت الحين هذا الاختصار لها منقار نعم والله لعبة عجبتني لها منقار بتروح انت للصقر خلاص وانا الوصف الترتيب يلا حلو الوصف الترتيب مو انا اسالكم انا ما اسالكم يلا كل واحد له ثلاث محاولات شوف يلا اختاروا شيء ها لا 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 خطير سهل جيب شيء كذا بعيد يعني شفت ما نمسك الهاشتاج شوف طبعا تقدر توصف فيه ايوه ده ده انا بس يلا دقيقة شوي يجي منها ابيض واسود جا 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 خلاص جا ترى ها نهدا ادور يلا ابراهيم عطني وصف ايش هي ايش هي الكلام اوكي ابدا انا يلا ابدا ولي له الوان حلو عبد الرحمن يستخدموه الحيوانات والبشر يستخدمونه لازم الاوصاف تكون صحيحة موجود عند الحيوانات موجود عند البشر موجود له اشكال يجي طويل تعال هنا يا علي علي حلو اصبر بدورك كلم هنا يقول لك تعال وقف هنا ترى اذا انتهت كل الوصفات في دوره واحده انتهى الموضوع لان خلاص قربنا يلا يجي منه ابيض واسود وبني قال الالوان غير اقول لك الالوان انا الحين بني ما ابيك توصف لي الالوان ابي شيء ثاني غير هو قال في الوان يجي منه شيء طويل شيء قصير قاله قلته هنا طيب انت ساعد معنا لا ما سمعت اللي عندك احيانا يكون موجود احيانا ما يكون موجود الله عليك صح الله عليك حلو سعد هذه يلا عباس خديرته لا 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 ايوه خديرته يا عب والله حتى انا ما اعرف شو بقول ايش الكلمه والله لا اعرف انا طيب بس داري اجيب كلمه اعطيك وصف ادري بعتبر لا استنى استنى كيف قد يعني 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 الله انه مخك خدران ممكن تدفع قروش عشان تحصل عليهم اوكي الله عليك يا سلام والله حلو والله حلو اول شيء مره صعب لا 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 جميل ما يكفي والله مجدي موجود في عده اماكن قلتوه لا ما احد قال ما احد قال يلا النقيب النقيب ما يعرف موجود في كل مكان لا عرفت انا عرفت والله والله نقيب ركز والله تقص حول عليك يعد من المهن ويتفننون به الله لا لا يعني لا لا يعني أهل بعض المهن أهل بعض المهن يتفننون به الله عليك الله عليك أهل بعض المهن عند واحدة أيوة من علامات الجمال صح عند البعض أوف 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 وعند البعض من غيره من علامات الجمال صحيح أنا ما أخذ من كلام وأحيانا من علامات الحصان عبد الرحمن عطنا واحدة ثانية تبغى نساعدك صح؟ لا 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 عطني واحدة ثانية مو لا تساعدني طيب حبيبي ممكن تدفع فلوس عشان تستغني عنه أحيانا يكون ريحته حلوة وأحيانا ريحته خايسة لا حول ولا قوة نعم نعم أبو عمر له عمر بس ويخرب عاد شوف الموضوع يخرب يلا تنوع أبو عمر يمثلني يا جماعة قلت لك انا ممكن تدفع فلوس عشان تستغني عنه لا مثل ما تدفع فلوس لا اوكي عشان تحصل عليه طيب قالها محمد عباس يقول تحصل عليه تدفع فلوس عشان تحصل عليه انا اقول ممكن تدفع فلوس عشان تستغني عنه يا سلام الله عليك والله كلام والله ايش فيك انت دقيقه كلام عميق لا لا عرفته بس دقيقه خليته تفضل اجيب لك واحده انا اعطيك لا لا لو سمعت تلميحتي عرفته لا لا اصبر لا تلمحي اعطيك شعر الشعر اطلع يا هاني ما شاء الله وش دخلني انا هو عرف منك عرف منك انا عرفت منك انت قلت عشان تتخلص منه انبسط قال جار ما قلت تتخلص منه انا قلت عشان تتخلص منه ولا حد يلا ولا حد يا شباب يا شباب بس عشان يعني نضع نقاط على الحروف
ونضع الامور في نصابها. انا لما اقول عشان تتخلص منه قلت عشان تستغني عنه. الكلمتان فيها فرق شتان بين نستغني وشتان بين التخلص. التخلص من شيء لا تريده. نعم. الاستغناء من شيء لا تريده. ففي فرق بين طيب متى تمشي خلنا معلش معلش هاني قبل ما تروح هلا ايش المعلومات المهمه ما ذكرت عن الشعر ممكن يوجد ممكن يربط بعض يوجد لها محلات أنا كنت بقول مثلا له علاقه في المواسم الدينيه انا كنت بقول الحج كنت بقول يسقط على الارض كثيرا يسقط على الارض منه الطبيعي ومنه الصناعي انا كنت بقول تقدر تتحكم بلونه يوجد لها محلات تعتني فيه فيه بعض الحشرات صحيح احيانا يتساقط كما تتساقط حبات المطر الله اذا طلعت ما ادري ايش ممكن يرجع وراء يهب كذا خاصه البعض يعني شكرا حتكون عبايه انا اقترح انا اقترح الان ان الجمهور كمان يشارك معنا عشان كذا الكلمه حتنكتب ما حتنقال هاني تفضل شكرا والله انا اذا شاركت اشارك لحالي ما احب صحيح الجمهور والثبات على المبدا وصلنا لحالك عادي بالنسبه لك مجدي عادي نبغى اختيار جميل زي اختيار ابو عمر قبل شوي الامر طبيعي يا شباب طبيعي الامر نعم عندك اختيار يا شباب نبغى اختيار اذا تاخرت خلي الجمهور ينفعك زي ما تقول اي قلت لك قلت لك اياها هذا اللي ماخذ الدنيا هاي اختيار جميل شباب شباب عندي اختيار وليد اقرا انا عندي اختيار برضو وليد انا بعطيكم اتيح لكم مجال وليد ايش رايكم انا بقول لك كذا شوف وليد عندي شوف انا احسن ولا عباس والله اللهم صل على سيدنا الخلق لا لا صعب بالامثله هذا شوف هذا شوف هذا شوف شوف عباس والله مو صعب عباس وريني جميل هذا حلو صراحه سهل تمام بس ترى حيجيبه بسرعه لا يا وريني لا يا شيخ كان ابو عمر يكتب كمان تمام لا احد يتكلم يا شباب عشان شوف 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 صار العيال مو من فراغ انت اللي كاتبه ولا مين لا بشوف علي الهمش يا تو يا تو هي 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 لا احد يتكلم يا شباب خلوه يا مش تعال يا هاني خلاص اعتمدوها هي 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 هاني اشرحها بالله للجمهور لا 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 الاول اشرحها للجمهور يا شباب من الحين بقول لكم اني بعرف الجواب ليش؟ لاني قارن وردي اليوم ما شاء الله عليك اللي يقرا ورده ان شاء الله التوفيق يعجبني الوافق اللعبه يا جماعه الخير اللعبه يا جماعه الخير هم اختاروا اضمروا شيء هم يعرفونه ف بيقولون لي توصيف عن هذا الشيء يعني بقول لوليد عطني وصف لهذا الشيء بيقول لي وليد يلبس في القدمين طبعا ما اقدر اقول طاقيه يعني ما في قدم فوق يعني قدم تحت فمعروف يا انه شراب يا انه جزمه يا انه شبشب واحد من الثلاثه واحيانا جبيره صح فخلوكم اذكياء حاولوا يعني تستذهنوا يلا ها تستفتقوا بسم الله ضبان وضبي يلا ابدا تفضل يا وليد له اسعار مختلفه كل شيء له اسعار تفضل في له دبابيس احيانا في له دبابيس اهو واجد وله احجام مختلفه معلومه الغالب سعد ولا ناخذ الغالب الغالب اللونه واحد الغالب لونه واحد وفي له دبابيس الغالب لونه واحد في له دبابيس ابو عمر اعطيني معلومه له مقاس له مقاسات قالوها قالها قال احجام ومقاسات مين؟ قالوا احجام ومقاسات عباس لا طيب انا بقول اذا تحمس يطلع صوت اذا تحمس دبابيس هذه حلوه لو دبابيس اذا تحمس يطلع صوت حلو حلو ايوه في الغالب لون واحد قلنا هذه هي انا قلت لا لا الوان الوان كثير الوان كثيره؟ اي طيب اقول لك حاجه اقول لك حاجه مليان والله في الغالب يعني الكل يستخدمه الكل نعم. صغار وكبار نساء ورجال يمكن أطفال نعم نعم مجدي يفكر في سؤال صح مسار تقول عفوا إسراء تقول مسار سمو تقول مشط ربع عبد الله تقول قنفذ كمل قنفذ ولا لا قريب 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 ما شابيك بنون التميمي دبابيس أوراق أميرة لو دبابيس ايش لو دبابيس يلا إبراهيم في منه أصلي في منه تقليد الله عليك لحظة لحظة كل شيء في منه اصلي الله والله لا لا بس معلومة شيء في العالم معلومة كل شيء في العالم كل شيء في العالم مرة شفت واحد في قناة ثانية يشبه وليد هذا الاصلي ذاك التقليد هاي اهم شيء معلومة صح اهم شيء قال كلام شوف اذا الجمهور جابها قبلك نعم انت خسران لا 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 يدفع للجمهور جائزة 100 ريال تفضل ولا تدفع للجمهور جائزة 100 ريال اجيبها حاجة ثانية يلا وصلنا هنا معلومة ايوه يقول هذا في منه اصلي في تقليد والله يا هاني يجي منه دبابيس ها فيلو دبابيس صعب صعب فيلو دبابيس صعب الاستغناء عنه ما تقدر تستغنى عنه صغار ما قول اذا امتلكته نعم. ما تقدر تستغنى عنه أوه. لا قدر الله نعم. يكون سبب في وفاتك
ولا حلبنا في له دبابيس في له دبابيس ابو عمر ويجي منا شيء احتياط الله الله شتتك هاني شيء الان اسمع مزمز يا طلع بالقاسم يا طلع سامي اي والله شتتك والله هاني شتتك لا مو شتتني هي معلومه صحيحه اي معلومه صحيحه شتتني بمعلومه صحيحه كما تشاء لازم عشان تستخدمه لازم تحط بوسطه حديده لازم نحط بسطه حديده ايه تقويم لا لا حديده حديده خلصنا يستخدم في الارض ويستخدم في الـ في الـ في السماء وش دان تقول دباسه ما تقول مسمار هتيف دباسه قول يا عباس حتى الحمد لله الناس ما كان موجود في العصر الجاي ما بخرى بشرى لا في العصر في العصر القديم ما كان فيه كان ما كان فيه ما كان فيه يحتاج مصنوع من ماده ثانيه يكون صح لا لا ما في ما في ايش قال مجدي؟ ربع عبد الله مقياسه يكون صح ربع عبد الله شوكة الأكل الله عليك يا ربع جربوا ها بشرة مبخرة لا إبراهيم. يلا كيف قال بعض أحيانا يحتاج إلى الهواء هو إيه نعم يحتاج لا لا وليد بصالح في القناة الثانية هو يحتاج إلى الهواء نعم يعني يتأثر بالهواء نعم لا 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 يتأثر ما عندك معلومة خلاص خلاص ري ري تقول مفتاح لا مفتاح لا مو مفتاح مفتاح ما يحتاج الهواء خليك ذهينة يا ري للأسف يا هاني أحيانا ينجرح قلبه احيانا ينجرح قلبه صح ما في دبوس ينجرح قلبه واصله ينجرح قلبه الله البرشومي قرب لا هذه هذه الاجابه الاولى لك ثلاث اجابات شواكه شوكه عربي قربت من البرشومي لا اذا هذا مشكلته اذا انجرح قلبه تقدر تلصقه صح اوف انجرح قلبه هذا حلو اللي لصق العكس يعني دليل انه بالله هاني ما يتراجع بس في دبابيس ايوه ترى يضيعك في دبابيس هذا اللي يضيعك حق الدبابيس ايوه اوريكم انا عارف ايش الدبابيس يعني ما الكل يسميها دبابيس هاي مشكله وعارفه تقول كان لها اسم غير الدبابيس في دبابيس في اعطوني بس لها اسم ثاني هذا كلام اعطنا اسم الثاني ما اعرفه انا والله وش هو اسم الثاني ها فيه مسامير مسامير فيه مسامير هي الدبابيس اقصدها وش قلت احيانا يحتاج الهواء وارفه تقول مقشة لا تورطني علي سكين لا لا سكر السيارة لا عباس قول هذه ثانية واحد ترى اذا خلصت الثالثة نختار كلمة ثانية قال جوال بقول له اجابة ركز على فيه اذا ما جاوب صح خلاص يطلع برا ركز على فيه احتياط ركز على فيه احتياط يجي منه احتياط نعم ركز على الهواء يحتاج هواء زي ما قال النقيب الله على الجمهور الجميل جابوه جابوها ما شاء الله لا والله جابوها هاني هاني اللي اسال اللي جابها هذا قاري ورده ولا لا اذا كان قاري ورده فاجابته صحيحه هاني عندك اجابه ولا الجمهور ابى اجيب العيد تسمحوا لي اخر لفه اخر لفه ابى اجيب العيد اخر لفه اخوها الصغير يسمع قال اوف خلاص اخوها الصغير العقال اخوها الصغير يعني باختصار يعني كفر يعني كفر في احد بيطلع ولا اطلع انا بطلع بما انه كفر ونحن في شهر فضيل خلينا ندعوه لسه انا بطلع انا بطلع امجاد 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 في الهاشتاج بالله كيف القفله يا شباب صح اني ما عرفت الاجابه بس كيف القفله ممكن تضاف على هالكفرات يعني ايش في بالك كثار والله انا دبابيس بقول ابشر دبابيس ترى انا كنت بقول امجاد لحظه شباب ترى في بعض توصيفاتكم مو صحيحه